cette année est composée de plusieurs artistes et vraiment de renommée et qui viennent de plusieurs pays. Les films du long métrage, enfin entre films documentaires et fiction, sont au nombre de 9 qui sont en lice cette année. Et ils proposent une diversité culturelle en termes de qualité, en termes de choix, de thématiques qui sont vraiment très importantes et très riches, que nous sommes en train de découvrir, que nous allons découvrir dans les prochains jours. كتعرفت السنة مشاركة 26 فيلم في المسابقة الرسمية وجوج الأفلام خارج المسابقة الرسمية. لجنة التحكيم اللي كتكون من مجموعة من الباحثين ومن ناس ديال السينما والثقافة والأدب. هاد السنة أيضا غادي يعرف المهرجان مشاركة أفلام من مجموعة من الدول، من هولندا، من جزر الكناري، من المغرب، من فرنسا، من كندا، وأفلام تعرض لأول مرة في المغرب. هاد السنة كاين حضور لنساء مخرجات، وهذا مكسب للسينما المغربية والسينما الأمازيغية بصفة خاصة. وأيضا هاد السنة كتعرف إدماج الفيلم الوثائقي في الفيلم التخيلي أو الفيكسيون. لماذا؟ لأننا نريد أن نزيل هذه الحدود ونشجع الشباب أكثر للاشتغال على السينما الوثائقية، لأنها بإمكانيات بسيطة نقدروا نديروا أفلام، نقدروا نعبروا أكثر، في انتظار يكون اعتمادات خاصة بالسينما ديال الشباب. هذه السنة أيضا غادي يكون لقاءات فكرية وسينمائية مع مخرجين، مع نقاد، من أجل تقريب السينما للجمهور وأيضا لكل الزوار مدينة أكادير. غصد قدرية وسنقرن على حياتنا المهرجان يسني ور التاريخ يركم 12 عام مس يستقر المهرجان يسني ور قدير لك مي جستوا لنا غصص تكريمات كا يداريات يت الحاجة نقرن مشي يفرح خصيص كريم ماديا فرح خص تكريمات تفكر قدام الجمهور انه تفكر غدارو جدود تفكر غدار الحياه ينو حتى نكي ارتيني غمستين يسر السجي اللي يتا يفوت غدار فاطمه بكر كوار يدانا دورنا لكن يتسقال لي غير موت يفن وري غير مثل فنان ديسي مثل فنان اتمنى كل شيء اتسوري غير كلي ستين اللي إيكا